مظبوط كده. ونروح بقى للأنشطة اللي شهدها النادي الأهلي في الويكند اللي فات ده، كان المهرجان التعريفي بألعاب القوة، اللي المفروض ان هو المهرجان ده بيهدف يعني لضم العناصر الجديدة وتشجيع كمان النشأ على ممارسة الرياضات المختلفة. هيا نروح نتابع التقرير. النهارده طبعا مهرجان جميل، فيه عدد كبير جدا من المواهب اللي موجوده في النادي الاهلي، وده نشاط كبير بيقوم بيه الجهاز الفني لالعاب القوى في النادي الاهلي برئاسه الكابتن ياسر داوود رئيس الجهاز والمدربين اللي موجودين. المرحله السنيه اللي هي بيخاطبها المهرجان النهارده، المرحله اللي بيبدا فيها انتقاء المواهب اللي بيطلع بعد كده منهم ابطال، والمشروع ده الاتحاد الدولي كان متبنيه في 2007، ويمكن في الفتره الاخيره المهرجانات للاطفال دي قلت شويه، يمكن ده احياء لهذه المهرجانات في الفتره اللي احنا فيها ده شكل كويس جدا، بحيث ان احنا الفتره اللي جايه القاعده تزيد ويبقى في عدد كبير من المواهب يظهروا، والنادي الاهلي زاخر بالعديد من اللاعبين اللي موجودين عندنا في المنتخبات. احنا ابتدينا تنظيم اليوم دوت تقريبا من تاني يوم نهايه المهرجان الاول، ابتدينا ان احنا نفكر هنعمل ايه في المهرجان اللي بعده، كان هو كنا مقررين ان شاء الله المهرجان هيبقى في الجزيره، فابتدينا نعد له. الحمد لله يعني لجنه الطفل واللجنه العليا اللي جايين ساعدونا بان هم يعملوا لنا اليوم دوت، والدنيا كانت لطيفه يعني بصراحه. يعني اكتر حاجه مفرحاني النهارده مدى تفاعل الاولاد معانا، يعني الاولاد كانوا مبسوطين جدا، ولقينا كمان ان في اولاد كتير ما سجلوش في العدد اللي فات كانوا عايزين يخشوا معانا، واحنا حاولنا بقدر امكاننا ان احنا ناخد العدد اللي حب، بس يعني برضو احنا كان في النهايه لينا عدد معين احنا منظمين المهرجان اللي جاي، فكان لازم ان احنا ما نتجاوزوش، ففي اقبال كان كبير جدا على المهرجان الحمد لله. يعني النهارده اليوم المهرجان الثاني لالعاب القوه، واليوم النهارده اتكرر بناء على رغبه الاعضاء. الاعضاء في المهرجان اول مره كان في اقبال شديد جدا 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 على المهرجان، وبعد المهرجان تم انشاء اكاديميه لالعاب القوه جوه النادي الاهلي في مدينه نصر، وحازت اقبال الاعضاء جامد جدا، والاعضاء طلبوا بتقرير المهرجان هنا في الجزيره علشان الولاد يستفيدوا اكتر ويشتركوا اكتر في الرياضه دي. المهرجان النهارده بالتعاون مع العاب القوى في النادي الاهلي، والنهارده هيبقى في حاجات مختلفه كتير. النهارده هنقيس اطوال واوزان الولاد، وقد ايه هنتابع الولاد من جهه الطول والوزن، والولاد محتاجين ايه في التغذيه ومحتاجين ايه، وهنطلع اكتر ولاد صراع وهنطلع اكتر ولاد اقوياء. كنا حابين ان احنا نطور من اللعبه بتاعتنا اصلا، فعملنا كان مهرجان مدينه نصر والنهارده في الجزيره. اول حاجه ان احنا الولاد بنبدا نقسمهم جروبس حسب سنهم وحسب امكانياتهم وكده، بس هو السن افضل حاجه، وبعدين بنقسم السن ومعاه كل سن ليدر، والليدر بتاعه هو بيوريه كل لعبه، وبنعدي على المحطات كلها وعلى الالعاب، وبعدين كل بيبقى فيه زي استماره كده نعرف كل ولد مستواه ايه عشان التيم والاكاديمي بعد كده. بدانا ننظم البرنامج من بعد المهرجان اللي كان في مدينه نصر، من ساعتها واحنا بنرتب له، لان احنا بالنسبه لنا كل الفروع مهمه، بس طبعا بيتنا الجزيره حضرنا له شغل تاني مع مدربين طبعا كتير، زمايلنا ضافوا معانا حاجات، واللجنة المنظمة وطبعا ساعدتنا كتير بضم الأعضاء ولادنا. فكرنا ان احنا نعمل اليوم ده، وان ممكن من اليوم ده يعني احنا فكرنا ان احنا ممكن نطلع من اي عدد من الاطفال النادي اللي مش بيمارسوا اي رياضة يقدروا يلعبوا منها العاب قوة. اتفاجئنا في اول ايفنت عملناه في مدينة نصر، اشترك معانا 100 طفل، منهم 80 طفل دخلوا أكاديمية ألعاب القوى وبدأوا يلعبوا. الأعضاء طلبوا بأن هم يكرروا اليوم تاني في الجزيرة وفي زايد إن شاء الله، فبدأ إن احنا نكرره تاني النهاردة، وكان في يعني من أول يوم التسجيل كان اكتمل 100 طفل اللي احنا خدناهم. طبعا احنا بدأنا اليوم النهاردة ببند مع الأولاد لفوا في النادي، بعد كده رجعنا الورم أب بتاعتهم، بعد ما عملنا الورم اب ابتدوا بيبداوا المسابقات بتاعتهم والانشطه بتاعتهم المكمله، خدوا بريك وكملنا تاني.
الحقيقه دايما النادي الاهلي ومن خلال فروعه المختلفه دايما بينظم يعني فعاليات واحداث مهمه جدا ومفيده جدا، سواء تثقيفيا، توعويا، رياضيا، صحيح، فنيا. يعني دايما عندهم كل يوم او كل اسبوع لازم تلاقي في فرع ما من فروع النادي الاهلي فعاليه ما مهمه ومفيده، فطبعا شيء محترم جدا. لا وفعلا كمان فكره هنا المهرجان التعريفي الخاص يعني بالعاب القوه، فكره هنا ان انت تشوف النشأ وان انت تشوف المواهب الجديده، ده فعلا اتعمل في مدينه نصر اولا وناجح جدا وناس كتير كانت مبسوطه، ويعني زي ما بيقولوا كده الفيز الثانيه كانت في فرع الجزيرة. بس الحلو كمان هنا ان انت يا كريم ليتلي او مؤخرا يعني السن ده في الاطفال بقى كله التكنولوجيا لما دخلت بقت يعني مسيطرة عليهم على حياتهم بشكل كبير طبعًا جدا طبعًا. ففكرة ان انت بتاخد او بتنتشل الطفل من القصة دي وبتروح بتعمله فعاليات زي كده وفعاليات مفيدة، بتعلمه رياضة وبتخليه يندمج مع الناس اللي في سنه وبتديله ثقة في نفسه. يعني لو احنا فكرنا اصلا في الايفنت ده، لا مش بس نتيجة او اتنين او ثلاثة خارجة منه، لا انت بتتكلم في يعني حاجة متكاملة او قصة متكاملة ممكن ان احنا نتكلم بشأنها. فانا بشوف الحاجات دي في غاية الاهمية بصراحة، ومبسوطة ان هي كمان بتتم بشكل مستمر عندنا في النادي.